فاقد الشيء لا يعطيه، والمرأة اللي فاقدة الاهتمام بنفسها صعب وايد انها تقدر تهتم بغيرها. من هني نظمت جمعية رعاية الطفل والأمومة فعالية تدلل المرأة وتعطيها استراحة بسيطة من مسؤوليات حياتها. وقفتنا الحين مع فعالية فن المعيشة الراقية مع أسيل الأنصاري صاحبة شركة منظمة للفعاليات مصممة الأزياء دان الحمادي مشاركة في الفعالية. مساكم الله بالخير، نورتوني اليوم في البحرين اليوم. مساء الخير. أسيل، ببتدي معاك أقول لك اليوم أنتوا تنظمون هالفعالية يمكن مواكبة مع يوم المرأة العالمي اللي راح يكون إن شاء الله هالأسبوع أو يعني كل سنة، خاصة مع خبرتك الطويلة، شلون قدرتوا تربطون هالحدث بالفعالية؟ إحنا في البداية حبينا نشارك احتفال البحرين بمناسبة احتفالهم بيوم المرأة مع صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم، كون إن هي تحتفل كل سنة من تاريخ 1 ديسمبر بيوم المرأة. فحبينا احنا نشارك في هذا الشيء، وقلنا نسوي فعاليتنا على شاي العصر وفيها اشياء متنوعه للمراه، تكون تجمع فرحه للمراه وعنايه واهتمام، وفي نفس الوقت يكون يوم خاص لها وفقره خاصه بس لها في هذا الشيء. ما توقع في مره ما تحب الدلع والدلال. دانا، يمكن كونك انت شابه بحرينيه يعني مشاركتك لازم تكونين مقتنعه في اي فعاليه، فش اللي ميز هالفعاليه خلاك تشتركين فيها غيرها عن الفعاليات الثانيه؟ طبعا شكرا على الاستضافه. ثانيا بالنسبه حق مشاركتي حق في هذه الفعاليه، اللي شجعني ان انا اشترك فيها ان هي بالتعاون مع جمعيه رعايه الطفل والامومه، وهذه الجمعيه لها ثقلها ودورها في المجتمع البحريني، غير ان عضوات الجمعيه سيدات بحرينيات مرموقات في المجتمع. طبعا باستضافه اسيل لي في شركه ويدنجز اند ايفنتس كو، عنوان الفعاليه فن المعيشه الراقيه، وتصاميمنا في باترون تتناسب مع كل مرأة تحب الأناقة وتحب أنها تطلع بإطلالة راقية. حلو. أكيد سيل، يمكن ذكرتي أن الأشياء اللي تخص المرأة من موضة، أزياء، شعر، يمكن العناية بالبشرة، الأظافر، كل شيء موجود في هالفعالية، فياريت شوي تقولي لنا عن الفعالية وشنو الأشياء اللي راح تكون فيها في الانطلاقة تاريخ 4 ديسمبر. إحنا إن شاء الله بيكون البرنامج طبعاً من 4 العصر، والبرنامج عبارة عن شاي العصر اللي هو afternoon tea party. فنبقى نسوي كل اللي ممكن يناسب لما الوحدة تكون قاعدة مع شاي العصر، وفي نفس الوقت فعالية للمرأة، فيبنى منها خبراء بشرة وأجهزة ممكن في نفس الوقت وهي المرأة قاعدة تعاين بشرتها وتشوف مدى مراحل تقدم العمر أو التعب في البشرة، أو تعرفين الأمرأة الحين تشتغل وأم عيال وتدرس وكل شيء، فلازم تطلع فيها هذه العيوب في البشرة، فإحنا جبنا هذه الجهاز وفرصة لها وهي تشرب الشاي تسوي هذه الامتحان الاختبار الصغير وتحصل النتيجة في نفس الوقت مع الكريمات نقول معالجة. ويبنى أخصائية شعر، تغذية شعر، وبعد أخصائية مكياج. طبعا الناس تحب تشارك في الموضة وتحب الأزياء وتحب دائما تكون لابسة، واللبس هو اللي أكثر شيء يلفت انتباه الناس النسوان بينهم بين بعض، فعندنا مصممتين ثنتين من البحرين هم بعد بيكونوا مشاركين معنا وبيكون في عرض أزياء. وقلنا نكمل البرنامج بالحديث الحلو، فاستضافينا فنانة جايبينها مصممة من لوس أنجلوس عندها برامج تلفزيون اللي هو ويل ليفينج، المصممة ديان فالنتاين، فبتسجل حلقة معانا عن فن المعيشة الراقي. في نفس الوقت بيكون للحضور عندهم الوقت إن هم يستمتعون بالسوالف المفيدة وإن هم يهتمون في بشرتهم، شكلهم، وأناقتهم، ومع شاي العصر. حلو. يمكن ذكرتي ان الناس وايد مهتمه في الموضه، فبرجع لك دانا، شنو الكولكشن اللي صممتي عشان يتماشى يمكن مع هاي الحدث؟ يعني شنو نوع الخامات اللي نزلتيها في الكولكشن؟ شنو التصاميم؟ هل في الوان معينه دخلتيها حق هالفعاليه، ولا للحين الكولكشن نفسه اللي عندك اياه؟ طبعا بالنسبه حق الكولكشن اللي بنعرضه في الفعاليه هو كولكشن خريف وشتاء 2016-17. احنا صممناه تزامنا مع مناسبتين،
المناسبة الأولى اللي هي توعية لمرض سرطان الثدي، والمناسبة الثانية الاحتفال بيوم المرأة البحرينية. فاخترنا ألوان ناعمة هادئة تمثل المرأة بأنوثتها ونعومتها، وإحنا عادة قصاتنا دائما تكون بسيطة ما تطغي على المرأة بل تكمل من جمالها. طبعا أقمشتنا نتميز فيها أقمشة راقية وذات جودة عالية، نستوردها من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. الكولكشن طبعا احنا كل كولكشن ننزل تقريبا نفس الاقمشه اللي احنا كباترون متميزين فيها، اللي هي التول المشغول، البروكيد، البوكلي، سواء كان القطني حق موسم الصيف او الصوفي بالنسبه حق موسم الشتاء. حلو. أسيل ارجع اسالك عن الدعوه، يمكن تحيز شوي حق النساء، الدعوه بس للنساء بس اكيد يعني في ريايل يبون يجون يشوفون او يعني حابين انهم يعني يعرفون شنو الاشياء اللي مثلا زوجاتهم محتاجينها، فليش الدعوه بس حق النساء ومنعتوا الريايل من الحضور؟ صراحة هو احتفال ليوم المراه وبتحيز مثل ما قلتي قوي بيكون بس للنساء، للنساء فقط لاسباب كثيره، منها احنا نحتفل بيوم المراه والمعترف ان المراه تستمد طاقتها الايجابيه مع صديقاتها ومع تجمع النساء. حلو. فاحنا حابين هذا اليوم يكون مليء بالطاقه الايجابيه ويكون يوم خاص لها تاخذ فيه راحتها، تقدر هي تشوف الأشياء الجديدة اللي نازلة في السوق من مستحضرات تجميل ومن تاخذ راحتها مع الأخصائيات اللي موجودين، وفي نفس الوقت إن هي هذا اليوم يشيلها عن كل روتين الحياة اللي هي دائما تشوف فيه الزوج أو الأخ أو في العمل أو عيالها، فحبينا بس نعطيها وقت خاص بس لها هي. حقها بروحها. سمعت حق النسوان بروحهم يعني. إحنا بعد من هدي الشباب هني وبنيكم. داني يمكن الشابات اليوم يعني تشوفونك أنت مشاركة يمكن في الفعالية، شابة بحرينية موجودة في مثل هالفعاليات، شو تحبين تقولين اليوم حق النساء البحرينيات من خلال شاشتنا اليوم بحرين اليوم، توصلين لهم كلمتك؟ طبعا أولا أشكر أختي أسيل على ثقتها فيني وأن هي استضافتني في فعالية مثل هذه، بحيث أن أنا أرفع اسم المرأة البحرينية من خلالها وأثبت أن المرأة البحرينية امرأة ذكية وقادرة ومبدعة، وأقول حق كل امرأة بحرينية اللي عندها الطموح والموهبة إن هي تشارك وتبدع وتساهم في رفع اسم مملكة البحرين واسم المرأة البحرينية في كافة المجالات. إن شاء الله. طبعاً أسيل الأنصاري صاحبة الشركة المنظمة لفعالية فن المعيشة الراقية والمصممة أو مصممة الأزياء دانا الحمادي، مشاركة في الفعالية، كل الشكر لكم وكل التوفيق، شكراً على تواجدكم اليوم معنا. شكراً.